أختكم أختكم اللي ابنتها مختطفة في القاهرة، تحب توجه لكم خطاب. المرأة هذه وحيدة هنا ومصابة بالسرطان وبتبحث عن بنتها من أمس. قدمت بلاغ للشرطة، قدمت كل شيء. المرأة بس بتطلب منكم أنكم تساعدوها بإيجاد بنتها، وأتمنى منكم تتفاعلوا مع هذه القضية. يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كيفكم يا شباب؟ طبعا الكلام القيل والقال والإشاعات المغرضة والإدعاءات وكل هذه الأمور سكتنا عليها. واليوم أنا جايب لكم معي خديجة، الطفلة اليمنية، تريد تقول لكم كلمتين. إيش تقولي لهم؟ أقول لهم يا يم أنا كويسة، مفيش أي حاجة من الكلام بتقال، حسبي الله ونعم الوكيل. وحسبي الله ونعم الوكيل. إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم.